اليوم فريق تقدم الشكاوى مجلس النواب يعني نتمنى لقاء عادي اللي كيكون ما بين الفريق ما بين القياده واللي دأب على هذا اللقاء في كل بدايه ديال الدوره التشريعيه، لكن هذا اللقاء عنده طعم خاص لان كانت واحد يعني مستجدات سياسيه قبل هذا اللقاء، خصوصا التصريح ديال السيد رئيس الحكومه حول الحصيله الحكوميه ديال نصف الولايه، وهي محطه اللي هي مهمه طبيعه الحال كانت بمبادره من السيد رئيس الحكومه لان كيعطيه الدستور والنظام الداخلي هذا الحق، وتفاعلنا يعني داخل مجلس النواب بموضوعيه وبارقام وباعتراف بالايجابيات والوقوف عند بعض الاختلالات، ونبهنا الحكومه في نظرنا ربما نكونوا غلطين ربما ولكن عبرنا بوجهه نظرنا في البرلمان. كذلك الحزب يعني عبر من خلال واحد الرساله مفتوحه لنفس المحاور اللي عبرنا عليها، غير هو يعني كانت مفصله لان 17 دقيقه باش نجاوبوا على مداخله ديال سيد رئيس الحكومه ديال جوج سوايع ونص يصعب على الحزب باش يعبر على جميع النقاط، وكانت هذه الرساله مفتوحه اللي فيها يعني نفس الافكار نفس المحاور وبارقام وبادله، ولم نهاجم لا حزب معين، احنا كنهضروا على حكومه كحكومه وانجازات ديال الحكومه، لكن من بعد كان مستجد هو ان حزب محترم يعني كانت اجوبه من طرف بعض الاعضاء ديال المكتب السياسي والهجوم على بعض الاشخاص، وكانت اليوم فرصه من اجل توضيح بعض الامور اللي اتهمنا بها باطلا، وكانت فرصه كذلك لنجدد طلبنا للحكومه على ان تجاوبنا على هذه الارقام وتشوف حل، ماشي لينا تشوف حل المواطنين. انا ملي كنقول لك راه العدد كبير ديال المواطنين ما استفادش من متضامن وراه تحرم كان عنده الراميد، كنقول لك راه تحرم من 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 الدعم الاجتماعي لان هذوك ذاك المعايير مجحفه، انا ما كنلومكش، انا كنوصل لك داكشي اللي كيقول المواطن، وكنطالبك باش كحكومه تجتهدي باش نلقاو حل لهذه المشاكل حنا كمعارضه وانتم كاغلبيه لانكم انتم مسؤولين عن التدبير. اليوم هذا الشيء يستفز الحكومه لان الحكومه وصلت لواحد القناعه بان حتى واحد ما بغات ينتقدها، حتى واحد ما بغات يوجه لها بعض الملاحظات، وهذا بطبيعه الحال يسيء الى العمل ديالنا والمرتبه اللي وصل لها المغرب. اليوم المغرب ديال 2024 في بعض الامور نعترف التقدم اللي حصلنا لهم، لكن في هذا المجال الديمقراطي والجبل الحقوقي يعني كذلك ما خصنا نتقدموا وما نبقاوش نتراجعوا. ملي غنمنعوا اليوم حزب باش يعبر على رايه هذا تراجع الديمقراطيه، راه ماشي هو يعني خروج على المسار الديمقراطي، هذا منصوب مواطن من حقه يعبر، ماشي لا حزب، مواطن من حقه يجي يعبر بكل حريه شريطه الا يهاجم الاشخاص واعراض الاشخاص. اما الانتقاد للحكومه هو شيء عادي يضمنه الدستور لاي مواطن والمعارضه داخل المؤسسه بالخصوص واحزاب معارضه، ولهذا نضمن اليوم هذا اللقاء وسنستمر في لقاءات داخل الاقاليم. عندنا قافله ديال التقدم الشركي اللي قمنا بها وزرنا اربع الجهات، مازال غادي يقوم على الجهات من اجل النقاش مع المواطنين ونسمعوا المواطنين ونشدوا الملفات المواطنين، ونتمنى في هذه الخرجات تلقاو المواطن راضي على هذا العمل وان هذه خمس استرسالات في عامين ونص، هذا الشيء اللي كنتمناو حتى حنا، راه ما عندنا حتى شي هدف ولكن راه ملي كنخرجوا للشارع راه كنلقاو العكس الكبير داك الشيء اللي كتقول الحكومه مع هذا الشيء اللي كيقول المواطن. شكرا.